نختم الجولة من السودان الدولية ومنها نقرأ الجنائية الدولية بالخرطوم. شرعت المحكمة الجنائية الدولية في فتح مكتب عمل لها في السودان، حيث قامت بطرح وظائف مترجمين للعمل في دارفور. ورصدت دارفور 24 إعلان وظائف مترجمين فوريين في مواقع وظائف الأمم المتحدة المتخصص في طرح طلبات العمل لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للعمل الميداني مع المحكمة في ولاية دارفور ومكتبها في الخرطوم ولاهاي، حيث اشترطت الوظيفة معرفة المتقدم باللغات المحلية خاصة الفور والزغاوة، إضافة إلى إتقان اللغتين الإنجليزية والفرنسية. وأشار الوصف الوظيفي إلى أن عمل المترجمين يرتكز مع البعثات الميدانية للمحكمة التي تزور دارفور ومكتبها في الخرطوم وهولندا. أستاذ طاهر، يعني إلى ماذا يشير فتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية بالخرطوم؟ دي واحدة من ثمرات اتفاق جوبا الأخير الإصرار على محاكمة مجرمي الحرب من النظام السابق في المحكمة الجنائية الدولية. بالتالي شروع المحكمة الجنائية في فتح وظائف للمترجمين بتشير إلى أنه المسألة أصبحت قاب قوسين أو أدنى. طيب، يعني هناك حديث عن محاكمة المطلوبين للمحكمة في الخرطوم عبر محكمة مختلطة، برأيك هل هذا الاتجاه يعني سيمضي إلى ما هو عليه؟ يبدو ذلك، وهو الاتجاه المرجح. السيناريوهات هي ثلاثة: إما المحكمة تكون في مقرها في لاهاي، أو تكون في دولة ثالثة غير السودان وغير هولندا، أو تكون في محكمة في الخرطوم ولوائح المحكمة الجنائية تسمح لها بهذا. ما أقرب؟ الأغرب والمرجح أنه يتم في السودان. أشكرك شكرا جزيلا، ضيفي داخل الاستوديو الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ طاهر المعتصم. شكرا لك، يوما سعيدا. وأنت أزعد أستاذ عمار أبو شيبة والمستمعين والمشاهدين الكرام، شكرا جزيلا.